الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، مع آخر حلقة من حلقات البيان والإيضاح لمسميات الإيمان وأحكام ومسائل الإيمان، بهذه الصورة التي يبينها لنا هذا الدرس الأخير من دروس هذه الوحدة المتعلقة بمسائل الإيمان، تتضح لنا مسائله وتكتمل لنا صورته. هذا هو الدرس الأخير وعنوانه أحكام أهل القبلة. إن هذا الدرس يبرز لنا كيف نحكم على الناس، ذلك أن هذه القضية من أعوص وأخطر المسائل التي ابتليت بها مجتمعاتنا، والتي اكتوى بنيرانها المحرقة كل من يتفوه بما لا يستطيع الفهم والبيان. عناصر هذا الدرس تكمن في: أولا، نبين أهمية مسألة أحكام أهل القبلة. ثانيا، نبين المقصود بأهل القبلة شرعا. ثالثا، نبين المقصود بأهل القبلة عند أهل السنة والجماعة. وأخيرا، نبين أحكام أهل القبلة عند الفرق، ونختار الرأي الراجح منها بعون الله. أما عن التمهيد، فإننا كما قلنا لا يمكن أبدا لمجتمع أن يعيش في أمن وأمان ما أمسك أصحابه بهذه القضايا التي تلتبس على الناس. إن وضوح الرؤى أمام الخلق يوضح الحقوق والواجبات. فمن أكثر المسائل في عصرنا التي تقع بين الفينة والفينة ما يتعلق بقضايا الإيمان والكفر والتكفير والوعد والوعيد والتبديع والتضليل والتفسيق إلى غير ذلك، حيث يحكم الناس بعضهم على بعض، ويكفر بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا. وهذه أحكام ليست إلى الناس، وليس منوطا بكاهل أحد أن يحكم على الناس. إنك حين تحكم على شخص بأنه ملعون أو بأنه فاسق أو بأنه كافر، ليس ذلك الأمر إليك، لأنك لا تملك هذا الحكم، وإنما الحاكم الواحد الحاكم الأحد على ذلك هو الحق تبارك وتعالى المطلع على قلوب الناس. أحكام كل منها ومعاملة أصحابها، أي التبديع وإلى غير ذلك، إنك إن نظرت إلى واقع الأمة الإسلامية وجدت من الناس من يكفر خيار الأمة وعلمائها، من يكفر خيار الأمة وعلماءها، ومنهم من لا يكفر أشد الناس كفرا وأبعدهم عن دين الله، وأكثر الناس يخوضون فيها بغير علم ولا تفصيل ولا أدلة شرعية ولا دليل قاطع. لذلك باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه الأدلة، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. لهذا كانت دراسة هذه المسألة: فما مفهوم أهل القبلة، وكيف نحكم على الناس، وما أحكام أهل القبلة عند الفرق؟ هذا ما ستشرحه لنا الصفحات التالية. المقصود بأهل القبلة في الشرع، عندما ننظر إلى شرع الله نصا من كتاب أو سنة أو قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نجد نصا شرعيا يحدد المراد بها ليكون لها مصطلحا شرعيا، ولكن جاء في النص وفي الأحاديث ذكر لمن استقبل القبلة، ولهذا جعل هذا الاسم أهل القبلة علما على من استقبل القبلة، فكل من استقبل القبلة أي في الصلاة هو من أهل القبلة. هذا ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه التسمية أهل القبلة هو ما جاء في هذه الرواية التي رواها الإمام البخاري: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. انظر إلى كلمة استقبل قبلتنا، إن هذه الكلمة ميزت الفاعل الذي يلتزم بالاستقبال للصلاة ويقف بين يدي الله بأنه من أهل القبلة، لأنه تميز باستقباله القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار الذين ما كانوا يصلون بقبلة. بل إن الإسلام كما تعلم عزيز الطالب، حينما جاء
ليبين ما كان عليه أهل الجاهلية في طوافهم حول البيت، كان يطوفون حفاة عراة، وكانوا يطوفون حول البيت من جهة الشمال، وكانوا يصفقون عند البيت، كل ذلك كان مخالفا لمنهج الإسلام. فلما جاء الإسلام جعل القبلة قبلة البيت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كذلك كان الطواف من جهة اليمين إلى الشمال. وهكذا نرى الإسلام قد حدد القبلة، ومن يطوفون ومن يصلون ويستقبلون القبلة يختلفون عن سواهم من اليهود والنصارى الذين لم تكن لهم قبلة أصلا. لذلك أيها الشباب، أهل القبلة إذن مصطلح يشمل كل أهل الأهواء، فأهل القبلة إذن يشمل كل أهل الأهواء، كل الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر بها وعنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم يصلون ولكنهم يختلفون فيما بينهم. فلذلك كيف نحكم على هذا بأنه فاسق أو مبتدع أو ما إلى ذلك؟ هذا ما بينه العلماء وجاءت به أقلام وأقوال أهل الفرق. أما عن هذا الاسم أيضا، هل يدخل تحته المنافقون؟ نعم، لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم، ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته، ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. لذلك عزيزي الطالب، لذلك عزيزي المستمع، لا يسوغ لأحد أن يكفر أحدا، حتى وإن كان لا يصلي لا تقول له أنت كافر، لهذا لأنه من أهل القبلة. وكذلك من يخالفك في الرأي ما دام يصلي فإنه من أهل القبلة. لذلك ينبغي أن نمسك بألسنتنا عن تفسيق وتبديع وتكفير بعضنا بعضا. وهنا يمكننا القول إن أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين. الطائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الطائفة الثانية هم كل منتسب إلى الإسلام، سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر، فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كغلاة المعتزلة والخوارج والمرجئة والمقدرية وغلاة الصوفية وكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. هؤلاء نقول عنهم مسلمون وإن لم يكونوا على أهل الإسلام الصحيح، وكذلك يدخل فيه المنافقون كما علمنا. كذلك عزيز الطالب، يقدر بنا أن نقف على مفهوم أهل القبلة عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ما دام المؤمن أو المسلم، ما دام المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي جهة القبلة، فيرى الإمام الطحاوي كما ذهب أهل السنة والجماعة أننا نسميه مسلما، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين بشرط أنهم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفوا بما أخبر به النبي ويصدقون بكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، أي من أحوال الآخرة. كذلك يشير الطحاوي بهذا إلى طائفة الوسط، وهم أهل السنة والجماعة الذين يسمون أهل القبلة، يسمون أهل القبلة وهم كل من يتوجه في صلاة إلى الكعبة أي إلى بيت الله الحرام، يسمونهم مسلمين مؤمنين. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، فاستقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي، لأنه أي المشرك الوثني لا يستقبل القبلة، يعني لا يصلي مثل مشرك قريش واليهودي والنصراني والبوذي إلى غير ذلك، لأنهم لا يصلون جهة المشرق. فالذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما، كما جاء في الحديث الصحيح: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا. لكن هذا الذي ما يفعل القبلة، لكن هذا الذي وصفا، هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، يعني ممكن يصلي وممكن يكون ممن يلتزمون بمنهج الإسلام، لكنه قد يخرج عن الدين
بشرط ذلك اشترط تحاوله شرطا فقال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. يعني قد تجد من يصلي ومن يؤمن بأن النبي رسول لكنه لا يعترف بما جاء به النبي في بعض حالاته أو لا يعترف ببعض تشريعات الإسلام. لذلك يعني لو أنكروا كل ما جاء به النبي أو شيئا مما جاء به النبي فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين. وقال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني شرط أساس لاستكمال الإيمان والإسلام لهؤلاء أهل القبلة أن يعترفوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعترفوا ويصدقوا بكل ما أخبر به النبي وإن لم تراه أعينهم. يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا ما جاء به النبي فهم مسلمون مؤمنون، فإن أنكروا مع أنه يطلق عليهم مسلم إلا أنه أيضا ليس إسلاما كاملا وليس إيمانا كاملا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما حكم من يحكم على أهل القبلة بالكفر؟ يقول الإمام الطحاوي وهو يشرح أهل السنة والجماعة مبينا أحكام أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما يذهب إلى ذلك بعض الفرق المعروفة. يبين بذلك الإمام الطحاوي موقف أهل السنة حيث إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه عن الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان. لهذا والله أعلم قيده الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله ما لم يستحله. أما إن تضمن ترك ما أمر الله به من الإيمان مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قواعد الإيمان وأركانه كما سنعرفها في وحدة أخرى تالية، فإن هذا الذي يفعل ذلك أي ينكر الإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو إلى ذلك فإنه يكفر به حتما. هكذا تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فأهل السنة لا يكفرون أحدا بعموم الذنب. أما الخوارج وباقي الفرق فإنهم يكفرون بكل ذنب ويقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر كما سبق وأن بينا في زيادة الإيمان ونقصانه وفي مسألة أخرى وهي الحكم على مرتكب الكبيرة. أما المعتزلة فإنهم يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذا معنى قولهم وهو في منزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وهناك طوائف أخرى من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، فلا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، ويقولون بكفر كل مبتدع. هذه طوائف من الفرق من الخوارج والمعتزلة وبعض أهل الكلام والفقه، لكن رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو الرأي الذي ينبغي المسار إليه وهو الصواب في المسألة. طائفة أخرى يقولون لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي هذه الطائفة التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وهكذا كان الصراع خلف باب التكفير، فعظمت فيه الفتنة واشتدت المحنة وكثر فيه الافتراق وتشتتت الآراء والأهواء وتعارضت الدلائل، فالناس في تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة الحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، طرف يكفر مطلقا وفريق أي الطرف الثاني لا يكفر أبدا كما جاء في هذا الفريق الأخير، وطرف ثالث هو الوسط وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهو الصحيح إن شاء الله لاستناده إلى النص الصريح والفكر الصحيح، وعليه يجب أيها الشباب أن تعتمدوه مذهبا وأن تسيروا عليه في حياتكم وأن تتركوا التكفير والتبديع والتفسيق وأن تأخذوا بالأمة إلى ما فيه قوتها وعزتها وإلى ما فيه نصرها، وأن تنأوا بأنفسكم عن التقزيع والتكفير، فإن ذلك لا يصب إلا في مصلحة واحدة هي إضعاف الأمة وتفتيت وحدتها.